احتجاج فرنسيين ضد تنظيم كأس العالم بقطر. توم بريس سلام الله عليكم. في فيديو تداول مواقع التواصل الاجتماعي لنشطاء حقوق الإنسان في باريس يحتجون ضد تنظيم كأس العالم في قطر، تؤثر قرار السلطات الفرنسية في عديد المدن من ضمنها العاصمة باريس عدم تخصيص أماكن عامة للمشجعين من أجل مشاهدة فعاليات بطولة كأس العالم المقررة إقامتها في قطر نهاية العام الجاري موجة انتقادات. سيتابع العديد من المشجعين الفرنسيين نهائيات كأس العالم هذا العام في قطر، حيث يلعب فريقهم للدفاع عن لقبه الذي فاز به قبل 4 سنوات في مونديال روس. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.